مساء الخير عليكم. بصوا يا جماعه، الناس اللي عماله تنقل على السوشيال ميديا ان الحرم مقفول مقفول، الحرم مش مقفول ولا حاجه، صحن الطواف بس اللي مقفول علشان تعقيم الصحن، ودي حاجه مش وحشه، دي حاجه كويسه وربنا يجزي خير طبعا الناس اللي بتعمل كده. لكن الطواف شغال في الادوار اللي فوق زي ما انتم شايفين، بصوا الناس ما شاء الله كلهم موجودين، طواف شغال كويس جدا بس في الادوار مش في الصحن نفسه، لان الصحن طبعا بما انه مساحته اقل من الادوار فهم خايفين عشان الناس، ودي حاجه كويسه لازم نشكر عليها برضو الناس القائمين. صحن الطواف اهو، هو طيب فاضي بس فوق بصوا شايفين، كل الادوار كده مش ده بس، فياريت الناس اللي بتنقل الخبر تتاكد ما شاء الله الاعداد اللي كانت بتبقى تحت كلها متوزعه على الادوار، وده حاجه يعني يا جماعه اكيد بيعملوها في مصلحه الناس مش لهدف ولا لاي حاجه، فحاولوا كده تتاكدوا من اي خبر انتوا بتسمعوه، اي خبر انتوا بتنقلوه. صحن الطواف بس هيتفتح، هو يعني هيبدا يتفتح بعد الفجر بعد ما يخلصوا تعقيمه، العمرة يا جماعة موجودة شغالة للناس اللي جوه عادي جدا، هي بس الزيارة والعمرة للخارجين اللي هم الخارج، الناس اللي برا يعني البلد هما بس اللي اتقفلت عليهم، لكن احنا الناس موجودة اهي اهي ما شاء الله. عايزه اقول لكم بصوا الناس شغاله، الناس شغاله بتنظف، عايزه اقول لكم ان الاعداد، العدد هنا يعتبر اقل شويه فوق لان ده فوق السطح، اما الادوار اللي تحت كتير جدا، احنا نفسنا ما عرفناش ندخلها الدور التاني والدور الاول من الزحام. يلا بقى شير للفيديو عشان الناس اللي عمالة تشير كلام كده اي كلام وخلاص. ان شاء الله ان شاء الله اكيد هدعي لكل الناس وكل صلاة هنقل لكم فيديو عشان تعرفوا ان الناس فعلا الناس مازالت موجودة والعدد كبير جدا، هو بس الإغلاق لصحن الطواف خوفا على نقل العدوى وان الناس تبقى كتير جدا في الصحن. يلا اشوفكم على خير عشان الحق صلاة العشاء. سلام.